اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا طبعا ابد ما اصور حقيقه، ابد ما اصور، وهذا اول مقطع اصوره. اليوم دخلت لي على عائله بواسط، عائله مو من اهل الكهف، لا جوا الكهف، الله شاهد. يعني حقيقه ما اعرف ايش احكي. انت بس شوف احنا عوائلنا نقدر نقبل هيك؟ من يقبل على عائلته؟ من يقبل على عائلته تعيش متر بمتر؟ حتى جو المتر والله ما صايره. يعني حتى ما اقدر احكي. خلي شوف انت، عائله ثلاث مترات وثلاث مترات جو الانقاض وبالكوت باهل الرحمه. يعني ما اعرف، ولو هي الدنيا الليل، وانا جيت اليوم يعني عن طريق الصدفه. بس انت شوف، يعني شوفوا عائله بهذا الزمن، يعني بالكوت، يعني بالكوت رب العائله ما يقدر يحكي. اطفال ما اعرف، يعني خاف نصور العائله ويقولون يدورون الرياء ويدورون شيء. خلي يجي يتصل ويجي وانا اجيبه لهاي العائله. خلي يشوف هاي العائله حتى تقول احنا وين زمن الرحمه، وين زمن التراحم. يا اخي عائله تعيش بالانقاض، عائله كامله ما حد يسال عليها، وبالكوت. يعني اللي احنا نفتخر باهل الكرم ونقول اهل الكرم وحمله تراحموا وتكافلوا، ليش يعني هذا يعني ما حد يسالهم؟ الله اكبر. هاي عائله يعني جو الانقاض، من يقبل على عائلته تعيش؟ من يقبل على اطفاله يعيشون هيك؟ يعني ما اعرف ما اقدر اصور كل المناظر. استحي من الله سبحانه وتعالى. يعني اللي اهل الخير، اهل المروه، اهل يعني اهل النخوه، اهل الدين الصدق والعقيده يجون لهاي الحاله. يعني هل زين القوس وينكم؟ معقوله عندكم هاي اهل الكوت؟ معقوله عندكم هيش عائله ما حد يوصلها؟ الله اكبر، الله اكبر.